مصر كان لها من الإنجازات في عام 2022 ما يحتاج إلى شهور لكي نتحدث عنه، سواء في ملف التنمية الداخلية أو الإنشاءات أو العلاقات الخارجية وغيرها وغيرها من الملفات اللي استطاعت القيادة المصرية أن تديرها بشكل مختلف وقوي. نعم الزميل سلام. مشاهدينا، أثناء زياراتنا المتكررة إلى مصر الحبيبة وإلى القاهرة، شهدنا أيضا كيف تعاملت مصر مع كثير من الأزمات الاقتصادية بكل جدارة، حيث كانت نموذجا للنهضة على كافة الأصعدة السياسية، العلاقات الخارجية والاقتصادية، وذلك في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إدارة الأزمة الاقتصادية العالمية لمصر كان لها الأثر الكبير الإيجابي على الشارع المصري وعلى نهضة مصر. خلينا نشاهد مع بعض هذا التقرير الذي نشاهد من خلاله النهضة أيضا والإنجازات في مصر 2022. مصر الوطن الكبير والوطن الذي تعهدنا معا على الحفاظ عليه بأرواحنا وبنائه بأيدينا، نزرع له الأمل ونصنع له المستقبل. لم يكن عام 2022 عاما عاديا على مصر والعالم. أزمة اقتصادية طاحنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على إيقاع الحياة. رغم ذلك أثبتت الدولة المصرية قدرتها وصلابتها أمام الهزات الاقتصادية والسياسية العنيفة التي شقت شروخها في جدران كبرى الدول. واصلت مصر مسيرة الإنجاز تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحت الدولة المصرية في عام 2022 عدداً من مدن الجيل الرابع مثل العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وذلك بالتوازي مع مشاريع زراعية وتنموية هامة مثل مشروع استصلاح أكثر من 2.5 مليون فدان ضمن مشروعات الدلتا الجديدة. كما افتتح الرئيس مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي يعد واحداً من أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة، ويهدف هذا المشروع إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. وفي أغسطس الماضي شهدت مدينة العالمين الجديدة بحضور عدد من القادة العرب افتتاح مشروعات بالمدينة الساحلية الجديدة التي تعد من مدن الجيل الرابع، وتتمتع المدينة ببنية تحتية ذكية وتخطيط عمراني متطور لتكون قبلة السياحة والاستثمار في المنطقة. وفي أكتوبر 2022 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الرمال السوداء بمدينة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ، والذي تم تنفيذه في وقت قياسي وخلال 12 شهراً فقط، وسيسهم المشروع في توفير المعادن شديدة الندرة والمستخدمة في الصناعات التكنولوجية والاستراتيجية الدقيقة. ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها، كان المواطن على رأس أولويات الرئيس السيسي، حيث وجه باستمرار مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظات. لم تتوقف إنجازات الدولة المصرية عند هذا الحد، ففي قطاع الطاقة اكتشفت مصر حقلاً كبيراً للغاز في منطقة النرجس بالبحر المتوسط، وهو الاكتشاف الذي سيحول مصر إلى مركز للطاقة في شرق المتوسط بعد الإعلان في عام 2015 عن اكتشاف شركة إني حقل ظهر العملاق. وجاء تنظيم مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ ليكلل النجاح الكبير الذي قطعته الدولة المصرية بوضع اسمها في المحافل الدولية. لم تخفل الدولة المصرية أبناءها من ذوي الهمم، بداية من رعايتهم عبر مبادرة قادرون باختلاف، وصولاً إلى تقديم تمويلات لذوي الهمم في 150 مشروعاً لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة لهم.
تقطع الدولة المصرية أشواطاً كبيرة نحو المستقبل، تبني جمهورية جديدة شعارها الكرامة والعمل وبناء الإنسان، وكلها عزيمة أن تتخطى الصعاب بسواعد أبنائها وقيادتها الحكيمة، متطلعة لمزيد من الإنجازات في عام 2023. طبعا يعني وانا بتكلم معاكم هنا وبقول الجمله دي، فلسطين القلب النابض لكل الوطن العربي، هي جمله ممكن نسمعها كتير، ولكن علشان برنامج بيت للكل عندنا يعني الاربع دول العربيه منهم طبعا فلسطين الحبيبه، مش بس كده احنا كمان زملائنا من فلسطين واهلنا والفرق الاعلاميه اللي بنشتغل معاها زي ما بنروح وهم بيجوا، فاصبح الشق الفلسطيني خاصه في بيت للكل حبيب جدا، نحن نتابع كل الاحداث دائما، نطمئن عليهم دائما، نسألهم دائما، نعرف الأخبار، يعني بقى في قرب من الأسر العربية الفلسطينية اللي موجودة بشكل يومي، التواصل اللي بيننا بيخلينا كمان أقرب كثيرا جدا إلى المواطن الفلسطيني والأسر العربية. أرجع تاني وأقول إن هي عمرها ما بتغيب عن أي ذهن لأي مواطن عربي، ولما بيولد الطفل العربي بيتعلم إن فلسطين عربية، أي طفل عربي في أي دولة عربية في المدرسة في البيت عارف إن دولة فلسطين هي دولة عربية، وده رغم الاحتلال والظروف اللي بيمر بيها المواطن الفلسطيني. والشعب الفلسطيني طبعا هو البطل الحقيقي، البطل اليومي، بطل كل يوم. وليه بطل كل يوم؟ لأنه أنا بفتكر في زيارتنا لفلسطين كان في مدرسة كده عدينا عليها وكانت قاعدة زميلتي ياسمين جنبي، ياسمين بتقولي ايه؟ بتقولي عارفه المدرسه دي بتقفل وتفتح كل يوم، بقول لها ازاي؟ قالت لي بيجي الاحتلال يقفلها عشان الاطفال ما يروحوش المدرسه، لكن الاطفال ينزلوا ويقفوا قدام باب المدرسه، اطفال صغيرين، فبالتالي بيجبروهم على فتح المدرسه، فتخيل انه مش بس الفلسطيني بطل، ده الفلسطيني المواطن والطفل هو كمان بطل الابطال اللي بيخلق دايما كل يوم انجازات على الارض. أحمد؟ بالتأكيد يا شافكي، حقيقة قضية العرب الكبرى هي القضية الفلسطينية. شاهدنا أيضا هناك مسجات مهمة قدمت من خلال مونديال قطر برفع العلم الفلسطيني، قضية العرب الكبرى، أينما تواجد العربي كان يبحث عن المصير المشترك، وخاصة بالنسبة لشعب يقاتل من أجل تحرير أرضه، هذه الأرض المباركة التي لديها نتاجات، لديها شعب فتي واعد. تذهب إلى أي بلد بالعالم تجد هناك مواطن فلسطيني مبتكر ومبدع ومختلف عن الآخر، فحقيقة هذه الأرض تستحق الحياة، تستحق بأن تتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وعودتها إلى أهلها الفلسطينيين ليعيشوا بأمان وسلام من خلال أرضهم، وأيضا عدم مصادرة حرياتهم وأفكارهم وثقافاتهم وأدبهم. كل هذه الأرض التي نتمنى كعرب حقيقة وأي إنسان عربي في أينما تواجد يكون هي الأمنيات واحدة تجاه الأخوة الأشقاء في فلسطين، ولاحظنا هذا أيضا من خلال الخطابات واللقاءات العربية من خلال القمم العربية بأن توحد الخطاب تجاه القضية المصيرية الكبرى. إذن مشاهدينا ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل، سنتابع هذا التقرير من أرض فلسطين الحبيبة بكل جمالياتها وتفاصيلها، ولنا عودة مجددة مرة أخرى فلنتابع. يودعنا العام 22 من الألفية الثالثة، والشعب الفلسطيني ما زال ينسج فوق أرضه أسطورة الانبعاث والصمود والبقاء الممتد عبر الزمان والمكان، منذ كنعان الجد الأول وصولا إلى حفيده الذي يولد في هذه اللحظات، ليمسك بتلابيب رواية يحاول الأغيار لي عنقها بقوة البطش وجنون البارود. كان عاما حقق فيه الشعب الفلسطيني مكاسب سياسية ودولية ووطنية، تراكم هذا الإرث الوطني الأطول عبر التاريخ ليجسد أبو الوطنية الفلسطينية فخامة الرئيس محمود عباس في خطابه الغاضب المتزن في أروقة الأمم المتحدة في دورتها 77، هذه الآمال والإنجازات مطلقا للفلسطيني
عنان الفخر والأمل، شاكرا الأصدقاء وهم كثر كثرة الحق ومريديه، ومحذرا أتباع شيطان القوة وهم قلة مالت كفة الجيوش لهم ولو إلى حين، مؤكدا في خطابه أمام العالم أجمع أن فلسطين اليوم مؤهلة للعضوية الكاملة شاء من شاء ودون إذن من أحد، وسط تهليل قادة العالم وممثلي أعراق الأمم، واضعا ثقته بتحقيق الجنائية الدولية بجرائم الاحتلال، متوعدا شامخا بالانضمام إلى المزيد من المنظمات الدولية التي ستحاصر الاحتلال وقادته، داعيا معظم دول العالم التي تؤيدنا إلى معاقبة الاحتلال، مطالبا بريطانيا وأمريكا إلى الاعتذار وتحمل المسؤولية والتعويض لشعبنا لدورها في نكبته. إنها قوة الحق والتفاف العالم وثقة الشعب من يحرك هذا المناضل الحكيم. كان 2022 عام التضامن مع الشعب الفلسطيني بأبهى صوره، فقد امتلأت عواصم العالم من غربه إلى شرقه بمئات آلاف المتظاهرين دعما لحريته ونضاله ورفضا لآلة البطش الاحتلالية في هبة الشيخ جراح التي وحدت الفلسطينيين في أرضهم التاريخية، مستعيدة نفحات العزة من إضراب عام 36 الكبير، ولينضم مشاهير العالم ومؤثروه إلى حملة إنقاذ الشيخ جراح في أبهى صور نجاح الدبلوماسية الرقمية الفلسطينية، وليزداد حصار الاحتلال اقتصاديا وأخلاقيا وتتوسع المقاطعة الاقتصادية في أسواق أوروبا لمنتجات الاحتلال. وتأتي القمة العربية في الجزائر تتويجا للموقف العربي الصلب الداعم لفلسطين وتأكيدا على محورية القضية الفلسطينية، ثم تنفك ألاعيب وأباطيل الاحتلال ومن لف لفيفه لتجفيف الدعم المالي لفلسطين بانتصار الدبلوماسية الفلسطينية وتوقيع اتفاقية إعادة الدعم لفلسطين من قبل الاتحاد الأوروبي، ولتتعافى أمريكا من إرث ترامب ويزور الرئيس بايدن فلسطين منحنيا أمام عالمها في حضرة رئيسها، مؤكدا دعمه لدولتها المستقلة على حدود حزيران عام 67، ولتعود فلسطين إلى مكانتها حاضرة بقيمتها المعنوية في القمة العربية الصينية المنعقدة في الرياض. كان عاما عملت فيه القيادة الفلسطينية على تثبيت الرواية الفلسطينية بإعادة طباعة الكتب الفلسطينية ما قبل النكبة حفاظا على موروثنا الحضاري، وحضر العرب فيه لمعرض فلسطين الدولي للكتاب، وعادت السياحة الدينية إلى بيت لحم بعد سنوات كورونا العجاف، وأضيئت فلسطين رغم كلفة الدم التي ارتقت إلى السماء، وأضاءت مكانتها منارة للإنسانية وأسطورة لديمومة النضال. ينتهي العام بتشكيل حكومة في إسرائيل تتوعد سائر الفلسطينيين في وطنهم التاريخي بمزيد من القوانين العنصرية، مكرسين التفوق العرق اليهودي في وقت رد فيه الرئيس أبو مازن: شعبنا الفلسطيني لن يسمح أن يمارس علينا مزيد من القهر والظلم والموت. كان عاما تقدمنا فيه خطوة نحو الدولة المستقلة لنستقبل عاما جديدا متضرعين لله أن يكون عام زوال الاحتلال، بعدما انتصرت فلسطين مبكرا بلقب مونديال محبة الشعوب، فازدانت الرياضة بعلم فلسطين واشتعلت الملاعب بهتافات الحرية لها. تخيلوا حضراتكم انه فلسطين هي الدولة العربية الوحيدة المحتلة في العالم، وده بيخلينا كدول عربية طول الوقت ما
مش ناسين ابدا قضيتنا، اصل هي مش قضيه بس شعب الفلسطيني، هي قضيتنا العربيه، وبيخلينا اكتر ان احنا دايما نحتفل ونحتفي ونقف مع الشعب الفلسطيني. في بيت للكل احتفلنا في عام 2022 باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وحاولنا من خلال اليوم ده ان يكون معانا لقاء نتكلم فيه عن حاجات وذكريات، ونتكلم فيه عن شعب بطل، بطولاته زي ما احنا بنقول كل يوم بتسجل يعني احداث جديده، حتى الاجيال الجديده، مش بس الجيل اللي عايش وقت بدايه الاحتلال، حتى الجيل اللي عايش من الشباب ومن الاطفال حتى اللحظه دي هو نفس الجيل اللي بيشيل نفس التركة وبيحاول يرفع علم فلسطين، وإحنا بنحاول معاه وحنفضل نحاول. كانت الحقيقة حلقة جميلة جدا، تذكرنا بيها كل الأجيال، وحاولنا من خلال كل اللقاءات اللي اتكلمنا فيها أو الموضوعات اللي اتكلمنا فيها إن إحنا نقدم لجيل عايش دلوقتي اللي بيحصل على الأرض. تعالوا أروح لزميلتي عزيزة لانا. نعم شافكي، يوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حلقة هامة ومركزية وأساسية تناولناها في برنامج بيت للكل. كان إلنا رسالة حتى نوصل للعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولنذكر الأجيال القادمة بأن فلسطين هي حق لنا لن نتنازل عنه. إذن مركزية القضية الفلسطينية لم تنسى في بيت للكل، حيث تناولنا هذا اليوم الذي يتحدث عن يوم التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية. 29 من تشرين الثاني، خطه العالم يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي يغزل من المستحيل كوفية تزين أحلامه التي نضل من أجلها بالثورة والقلم والعلم والعمران. تقود السفارات الفلسطينية والجاليات العربية والأحزاب والمنظمات الدولية الصديقة وكذلك منابر الأمم المتحدة هذا التضامن السياسي الثابت الذي يراكم لقضيتنا من الأصدقاء أجيالا تنضم إلى مسيرة التحرير المقدسة الطويلة. للأردن دائما داعم الأساسي للقضية الفلسطينية، وهناك حكايات يعني ما بين الأردن والقدس وفلسطين والوصاية الهاشمية أيضا، فارتبط هذه الوصاية ارتبطت جيلا بعد جيل. لأولى القبلتين وثالث الحرمين حكاية قديمة في الوجدان الأردني الهاشمي، فهي أمانة مقدسة في أعناقهم. وما إن تولى الحسين بن طلال طيب الله ثراه سلطاته الدستورية في 2 من أيار 1953 حتى وضع بيت المقدس ودرته المسجد الأقصى المبارك وما يشتمل عليه من معالم إسلامية في طليعة اهتماماته، هذا الدور المحوري للأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها، وهي على رأس أولوياتنا، ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي. أهمية إن احنا نؤكد على يوم التضامن مع فلسطين، يعني هو طبعا منذ يعني أن تم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تعتمد يوم 29 نوفمبر من كل عام، وهو يوم صدور قرار التقسيم 181 سنة 47، كنوع من أنواع التكفير عن الذنب تجاه الشعب الفلسطيني، وهذا اعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه يكون يوم تضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني منذ سبعينيات القرن الماضي، وأصبح يوما عالميا للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف. فهي تقام كثير من الفعاليات، سواء من أنصار السلام وأنصار القضية الفلسطينية من كل شرفاء العالم وأحرار العالم، أو من أبناء الشعب الفلسطيني، أو من كافة الدول العربية ومنها مصر يعني وكافة الدول العربية. يعني الفعاليات تتطور، واليوم
هذا الإحياء اليوم 29 نوفمبر من كل عام يوم التضامن بيتقدم وبتزداد مساحة التضامن رغم تغير الخريطة الدولية. يعني لدينا برلمانات أوروبا يعني اتخذت قرارات هذا قراراتها غير ملزمة لحكوماتها حقيقة يعني في التركيبة، لكن اتخذت قرارات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. لما نجد ان احنا منذ عام 2012 وان بعد حصول فلسطين على العضوية الغير كاملة بصفة مراقب ورفع العلم الفلسطيني ضمن اعلام الامم المتحدة، هناك تطورات كثيرة، ونقدر نقول اخرها التصويت على احالة الموضوع الى محكمة العدل الدولية للاستشارة في مسألة قصة الاحتلال وايه تصنيف حالة الشعب الفلسطيني. يوم التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني لازم أن نحيي كل إنسان شريف وكل قوة شريفة في العالم تتضامن مع الحق الشعب الفلسطيني وتناصره. ولذلك أذكر ريما خلف هذه التي فضلت أن تستقيل من موقعها الأممي في سبيل أن لا تتراجع عن موقفها الذي أثبتته الأحداث فيما بعد. أكيد الأردن أردن النشامة التي تستحق الحياة على ما تعطي وتقدم وتنجز على جميع الأصعدة. نشاهد هناك ثورة إعمار كبيرة بالنسبة للمواطن الأردني والشغل الشاغل للبحث عن همومه وطموحه، وأيضا هذا الشعب المبتكر والباحث عن الحياة. فحقيقة الأردن كانت لها صورة من الجماليات الكبيرة. عندما زرنا أردن النشامة شاهدنا هناك دقة وعمل دؤوب من أجل أن تكون هذه البلد العربية العزيزة متصدرة في المشهد العربي. فكل الحب والتقدير إلى شعب الأردن، شعب النشامة الذي دائما يبحث عن الحياة ويبحث عن السلام، وأيضا مشاركة العربية لبلداننا العربية في التصدي والوقوف في جميع الأزمات العربية، وخاصة القضية الفلسطينية التي كانت هي محط أنظار الأردن ومساندتها للقضية الفلسطينية. فبالتأكيد يا سلام كان هذا هو المشهد المتوحد بين بلداننا العربية وأيضا ثقل الأردن بخطواتها تجاه فلسطين. نعم، الأردن الحبيب حقق العديد من النجاحات والإنجازات خلال عام 2022 لكي تستمر الأردن في مسيرة النجاح اللي وضعها جلالة الملك رغم كل الصعاب والتحديات اللي حدثت خلال العام الماضي.
تقرير عن الأردن في عام 2022. محملاً بتفاصيل وتطورات وإنجازات لم تستثني قطاعاً، مر العام الأول من المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، حيث قال الأردن كلمته ونفذ فعلاته في مواقف وقضايا مركزية ومحورية على مختلف المستويات المحلية والعربية والعالمية. فلما ظن المهربون أن لحدود الأردن أن تجتاز وأن لدماء القوات المسلحة أن تستباح، جاءهم الرد قاسيا وسريعا، فكلمات جلالة الملك جاءت واضحة وتعليماته مشددة، أعلن بها حربا بلا هوادة على المهربين، فتغيرت قواعد الاشتباك ليمسي كل من يقترب من الحدود بطريقة غير مشروعة مشروعا للقتل والتدمير، فدم الأردني كما حدوده مقدسة. ولأن الإصلاح منهج ارتضاه وأسسه جلالة الملك محمل الراية الهاشمية، وتتمة لشطر الإصلاحات الجديدة التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، جاءت تعديلات دستورية ترسيخا لمبدأ سيادة القانون وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيزا لاستقلالية العمل البرلماني. وبعد تأجيل واستكمال إدخال تعديلات مفصلية على قانون الإدارة المحلية، كان الاستحقاق الدستوري، حيث توجه الأردنيون لصناديق الاقتراع في 22 من آذار لاختيار ممثلهم في مجالس البلديات واللامركزية، في طقوس كرست مفاهيم الديمقراطية التي زامنت الدولة منذ التأسيس. ولأن القضية الفلسطينية حاضرة وتعتلي سلم الأولويات الأردنية، انطلاقا من جملة ثوابت غير قابلة للتغيير ووصاية هاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبعد اشتداد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، تداعت اللجنة الوزارية العربية لتلبية دعوة لاجتماع طارئ دعت له عمان في نيسان، مواجهة هذه الادعاءات ورافضة تلك المساعي الاحتلالية لتغيير وضع قانوني وتاريخي ثابت ومتأصل في الأقصى. وحين يعلن جلالة الملك أن الإرادة هي مستقبل عنوانه التميز وجوهره الإبداع، منفتح على التغيير والتطوير، يستوعب الأفكار الجديدة ويحتضن التنوع، كان إطلاق الرؤية الاقتصادية في حزيران رؤية تمتد لعقد من الزمن وتنفذ عبر مراحل ثلاث، تتضمن مبادرات تتجاوز بعددها 300 في قطاعات تتصدرها الزراعة والتكنولوجيا ولا تغيب عنها الطاقة المتجددة. ولأن إصلاح القطاع العام جزء متمم لشطر الإصلاحات، كان إطلاق خارطة الطريق لتحديث القطاع العام التي مثلت باكورتها 7 مكونات أساسية مثلت الأولوية القصوى، وهي الخدمات الحكومية والإجراءات والهيكل التنظيمي والحوكمة ورسم السياسة وصنع القرار والموارد البشرية والتشريعات والثقافة المؤسسية، وكان الإطلاق رسميا لها مطلع شهر آب. وفي ليلة غدر تسللت يد غاشمة عابثة لتردي العميد عبد الرزاق الدلبيح شهيدا ورفاق سلاح آخرين جرحى في محافظة معان، فكانت الغضبة ملكية بأن لا مكان لمخرب بيننا، وما أريد له أن يشق الصفوف كان ذاته ما زاد في قوتها وصلابتها ومنعتها، فتوحدت وصدحت الحناجر بأن للوطن العزة والرفعة وأن لا مكان للمخربين ولا التكفيرين بيننا. وسريعا قال رجال الأمن العام كلماتهم الصادقة ونفذوا وعدهم العادل لتقودهم هذه الأدلة وتلك البراهين لخلية تكفيرية ضالة مضللة ارتضت أن تبتد يدها الغاشمة فتسيل دم الأردنيين، مداهمة صباحية للأشاوس أردت مشتبها به واعتقلت 9 آخرين، أعلنت أن لهذا الوطن رجال حملوا أرواحهم على أكفهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله، رجال يهللون بالشهادة، فزفت الأردن 3 شهداء آخرين.
ولم يكن لعام 2022 أن يسدل ستارته راحلا قبل أن يحمل موقفا أردنيا كما العادة يلبي نداء العروبة حيثما صدح. فالأردن مستضاف مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي شهد مشاركة 12 دولة ومنظمات عربية وإسلامية وعالمية خلصت إلى التأكيد على وحدة واستقرار العراق ومكافحة الإرهاب. هكذا هو الأردن يصنع الإنجازات ويعظمها ويباركها، فلا يمر عام دون أن يسطر للتاريخ إرثا عظيما وخطوات رائدة وإنجازات خالدة. العراق بلد جميل، وما يحدث من تكاتف عربي من أجل عودة العراق أجمل أنها تعود لمكانتها الطبيعية كواحدة من أهم وأكبر الدول العربية، وده أمر طبيعي جدا لأنه العراق يستحق. اللي أنا عايزة أقوله لكم دايما بتذكر لأني زرت العراق من خلال بيت للكل مرتين، في كل مرة بلاقي تطوير، لكن الأجمل أن تشم رائحة العراق، يعني وانت ماشي في شارع المتنبي وانت ماشي مع أهل العراق وانت تتحدث مع أهل العراق تشم ثقافة العراق وقوة العراق وجمالها. فبإذن الله تعود العراق بالتكاتف العربي الجميل وبشعبها وبالمجهود اللي بيبذل، وبتمنى ان احنا يكون عندنا بإذن الله دايما زيارات متكررة نرصد كل جديد وكل جميل وكل تغيير لأرض العراق. أنا كده لقائي هيكون انتهى معاكم، لكن هنكمل مع باقي الزملاء. العراق شعبا وحكومة وقيادة سعوا خلال عام 2022 للخروج بالدولة إلى مكان أفضل، سواء من خلال مشاريع أو اتفاقات أو أفكار للوصول بالعراق إلى مكانة تستحقها على مستوى العالم مثل ما كانت وأكثر. تقرير عن العراق في عام 2022. من عمق التاريخ، من أرضي ما بين النهرين، أرضي آشورة وأكد وبابل، من هنا انطلق أول حرف، ومن هنا سنة القوانين، ومن هنا عرفت البشرية فن العمارة. كان وما زال العراق هو الشلال الهادر في الفن والشعر والثقافة، هي الأرض التي أنجبت المتنبي والسياب وصولا إلى الجواهري وعبد الرزاق. رغم التحديات الكبيرة استطاع العراق بالعودة إلى الريادة من جديد من خلال احتضانه للفن العربي والعالمي. اضمت سنة 2022 الكثير من الأحداث، ومنها إقامة مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الثانية بمشاركة 24 عملا مسرحيا عربيا وعالميا. أما على صعيد الرياضة، استطاع العراق الفوز باستضافة كأس الخليج ولأول مرة منذ أكثر من 40 عاما في البصرة الفيحاء. نفق السياسة الذي كان مظلماً لم يدم طويلاً أو يتجه نحو الهاوية، فسرعان ما انفك ذلك الظلام بشمس من عصر الديمقراطية الجديدة لتولد الحكومة بعد انغلاق على النقاشات والتفاهمات، ليبدأ العراق مرة أخرى بلحظة انتظرها الجميع وبنفس عميق. أيام قلائل وينتهي هذا العام بكل أفراحه وأحزانه، وتنطوي معه صفحاته معلنة بداية عام جديد تنعقد الآمال فيه أن يحمل معه الخير والبركة. لبرنامج بيت الكل، نصير سلام، بغداد. مشاهدينا في كافة أرجاء الوطن العربي، حلقة الحصاد السياسي والاقتصادي في بيت للكل انتهت، لكن
لنا في الأسابيع القادمة والأسبوع القادم إن شاء الله. سنستكمل فريق برنامج بيت للكل من جديد وحلقات أخرى جديدة. نجتمع كفريق متكامل داخل الاستديو، من استديوهات القاهرة، من استديوهات التلفزيون الأردني في عمان، من استديوهات العراق الحبيب، وإن شاء الله من استديوهات رام الله والقدس الشريف. نعدكم إن شاء الله بأن المسيرة لبيت للكل مستمرة بأهداف واحدة وبقلب واحد وبمشاعر واحدة تتجه نحو الوطن العربي بأكمله. دمتم ودام الوطن العربي بسلام وأمان. نلتقي دائما في بيت للكل من أجل حلم واحد وهدف واحد، وهو وطن عربي واحد، طموحات ونجاح وأحلام تجمع الكل في بيت للكل. برنامج بيت للكل الذي تتلاقى تحت سقفه الأفكار وتتقاطع الرؤى وتتلاشى المسافات وتتقارب الآراء وتذوب التناقضات وتختفي التجاذبات ويفوح منه عبير المحبة ويحل الوئام وتزهر اللقاءات فكرا نيرا متحررا من العصبية المقيتة منحازا تماما لإرثنا الذي انفطرنا عليه عربا ضاربة جذورنا في باطن الأرض والتاريخ، ولنا من الإنجازات في مختلف عقول المعرفة والإبداع ما يدل علينا. عام آخر ينقضي ليبدأ آخر، وبيت للكل يشع ألقا وروعة منحازا في متنه للعروبة الثقافية بنت تاريخنا الناصع بالمجد والفخار. بيت للكل لقاء إعلامي عربي أسبوعي مشترك تتلاقح فيه أفكار ثلة من الإعلاميين العرب لتنبت تجليات أدبية بمذاق إبداعي. هذه الثلة أخذت على عاتقها الأخذ بناصية المبادرة إلى أعلى سقف ممكن من الحلم، وفي صلب وعيها أن يزهر البرنامج من طيب عبيره في مختلف عواصم العرب كما فعل في القدس، رام الله، بغداد، عمان والقاهرة، مسقط رأس البرنامج ومهده الأول، متنقلا ناقلا للعالم حقيقة ما نحن عليه من بهاء وتطور ونماء. هذا الحلم يراودنا كفريق عمل متجانس فكريا وثقافيا، لأننا ننتمي لذات الجذر والتراث والمنبت، وغايتنا العمل على رفعة الذوق العام من خلال خطاب برامجي يؤصل لحاضرنا اتكاء على ماضينا التليد، مستشرفين المستقبل الموعود لأجيالنا القادمة. بيت للكل نافذة عبر الأثير نؤكد من خلالها على مقولتنا ببعدها الحضاري والتاريخي والفولكلوري والإنساني كأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. كل عام وبيت للكل فريق عمل وفكرة ورعاة لهذه الفكرة بألف ألف خير.